السيد النائب المحترم بالاهتمام بهذه العملية. الوزارة تعمل ككل سنة على توفير الظروف الكافية لإنجاح هذه العملية لتتعرف تدفق كبير للمسافرين خلال مدة زمنية قصيرة، بتعاون بالطبع مع جميع أو مختلف الجهات المعنية خاصة اللجان البحرية الوطنية والمشتركة لتوفير الظروف الكافية بإنجاح عملية مرحبا 24 فيما يخص النقل البحري. فيما يخص هذا النقل، قامت الوزارة بتعبئة أسطول بحري يستجيب للتدفقات المتوقعة خلال هذه الفترة، يوفر عرض أسبوعي قدره 500,000 مسافر أسبوعيا وأزيد من 540 رحلة أسبوعية على 11 خط بحري. وهذا الأسطول هذا تيتجلى كالتالي: 12 سفينة على مستوى الخط طنجرة الجزيرة الخضراء، 4 سريعة ما بين طنجة المدينة وطريفة، 5 على مستوى الخط البحري ديال الناظور المرية، سفينة على مستوى الحسيمة الناظور موتريل، وسفينة على مستوى الخط البحري طنجة المتوسط موتريل، و6 سفن للمسافات الطويلة تتربط مواني طنجة المتوسط والناظور بمواني برشلونة وسات ومرسيليا وجينوا وتيتشيا فيكيا. وفي مجال النقل الجوي، قامت الوزارة خلال موسم 2024 بالترخيص ل 52 شركة للطيران تتأمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تتربط المغرب ب 135 مطار دولي في 52 بلد، وهذا بارتفاع 15% مقارنة مع 23. وبالنسبة للخطوط الملكية، يتجلى العرض خلال الصيف ما يفوق 6.5 مليون مقعد، أكثر من 90 وجهة، أي بزيادة تفوق 300,000 مقعد مقارنة مع الصيف السابق. وغادي تطلق الشركة 6 خطوط جوية دولية جديدة باش تلبي الطلب المتزايد والمرتفع لمغاربة العالم. وشكرا.